في ناس كتير بتسألني الألف جنيه هتصفي كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، او التصفية اللي هتوصلك بعد الاستقطاعات هتكون كام، ولكن برضو احنا عاوزين نوضحها بطريقة مبسطة، ولكن عايزين يعني نتفق على شيء، انه الناس مرتباتها مش زي بعض، او يعني انت مش زي زميلك اللي هو ممكن يكون التأمين بتاعه وكذا، بتتحسب طبعا على حسب التأمينات او حسب استقطاعاتك، ولكن احنا هنتكلم في المجمل او بصفة عامة، او هنشوف مثلا الفئة الاعلى او الناس الفئة الاكثر هتكون ازاي. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. طيب أولا، في الحقيقة الصافي هيختلف من موظف للتاني حسب الوصول للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وحسب الشريحة الضريبية اللي وصل لها الموظف، وطبعا ده اللي احنا كنا بنقول عليه من شوية، لكن هنتكلم على أغلب السادة الموظفين. حضرتك شيل خالص من الألف جنيه ده مبدئيا اللي هو 117 جنيه اللي هي المعاشات وضريبة الدمغة، وما تحسبهاش وما تتكلمش عليها خالص، يعني انت مبدئيا كده هتشيل ال 117 جنيه دي المعاشات بتاعتك اللي هي ما ينفعش انك انت يعني تتكلم فيها. هيبقى معاك او هيفضل معاك اللي هو 873 883، وده اللي هنشتغل عليه وهنضربه في النسب اللي احنا هنعرضها مع بعض. يبقى اولا هنشوف طبعا انت على حسب النسبة بتاعتك او على حسب الشريحة بتاعت الضريبة بتاعتك، يعني هنشوف مثلا في ناس عندها 57.5%، لو شريحة الضرائب بتاعتك هتضربها في 2.5%، ولو 90% لو الشريحة بتاعتك 10%، و 85% لو الشريحة بتاعتك 15%، وفي الغالب بيكون ده اللي عليه أغلب الموظفين. طيب و 80% لو الشريحة 20%، و 78.5% لو الشريحة بتاعتك 22.5%، و 75% لو الشريحة 25%، واللي هيطلع هيبقى بعد كده هو ده الصافي، وأغلب الناس هياخد صافي حوالي تقريبا ما بين 750 جنيه أو 708 جنيه، وطبعا احنا كنا اتكلمنا فيه ده قبل كده في الفيديو اللي فات. طيب تعالوا كمان نشوف بس في تعديل معانا احنا عملنا، يعني انت ممكن الصافي بتاعك يكون او يطلع 860 جنيه او 794 جنيه او 750 او 706 او 693 او 692، طبعا مش هيطلع عن الارقام دي حسب شريحة الضريبة طبعا، ومش ممكن يكون اقل من كده. ده بالنسبة للناس اللي بتسأل الألف جنيه لحيصفي كام، بعيدا عن الحد الأدنى اللي هو 300 جنيه زي ما احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. دمتم في رعاية الله.